نيتشر اليوم مع مارك بيروتي رح نحكي عن ظواهر الثلج. معنا نحن بموسم شتاء وثلج على السواحل، وحتى قريت مقال امبارح بيقول انه مش كتير بعيد عن الساحل رح يكون في ثلج. هيك صار مارك امبارح حطه، ما بعرف اذا مزبوط يعني، بس حدا عايش بدبي حط ثلج من منطقة دبي وفي صور يعني عشية، ما بعرف اذا مزبوط بس انا بصدقه يعني، فبدنا نسأله اليوم على حال. أوكي. بس انه صار في اكيد ثلج، بس نحن اليوم رح نحكي عن ظواهر بالعالم كثير غريبه عن الثلج بتصير، وكلها ظواهر طبيعيه يعني مش اساس الانسان بيعملها، مع انه في يمكن صوره تقطع الانسان عملها. تشوف قد ايه الثلج حلو، ولا حذرنا اياها مجرب نشوف اذا بنعرف ولا. والفكره كمان هو انه كيف هالظواهر بيتكونوا، يعني هو دائما اوقات الجو بيكون ساقع اكثر حتى من الثلج يعني، فاوقات الشتل بتعرف انه الشروش مثلا بجربوا يسحبوا اساس من الارض ويطلعون، وبيشوفوا انه مثلا الجو فيه اكثر ثلج وبصير يتكون خبار يعني. هلا والكل كل شيء رح نشوفه اليوم معمول او من الهواء او من الشمس، بل اذا بدك عم بيشتغلوا سوا عوامل طبيعيه، عوامل طبيعيه. فهلا هول بنشوفهم كثير وبايو وفيجن، في كثير اصلا بكتيريا بيعيشوا مع الثلج وبيعطوا مناظر كثير حلوه يعني. هلا رح نشوف. فهول الصور كنا عم نشوفهم عاده بنشوفهم يعني، بتشوف هيك اساس. هلا وفينا نشوف اوقات هول الاساس عم بيصيروا كمان، كيف في شلالات او صخر مجلد؟ لا هيدا ولا صخر ولا شيء، هذا مي صغيره بتطلع مثلا او من عشب بينزلوا او حتى من المي، وبيقدروا بعدين يعطوا هالظواهر. عم فرجيهم بسرعه لانه احنا ما بدنا نركز كثير، ما بدك انا نركز، ما بدك نفهم شو عم نشوف. لا هلا ما حالك هول اللي بيصيروا عاده. هلا بعدين رح نحكي عنه دائما. هول اللي بسمون عاده فلور دوناج، يلي هي بتصير مثل هون عم نشوفها او بتطلع هيدي الصوره. شو اللي بيصير؟ في مثلا نبته وعم بيطلع مي منها، وعلى الهواء بصير دغري بتثلج لانه الهواء كثير مسقع يعني. دونك بتاخذ المي بتجلد على شكل الهواء يعني، كيف ما الهواء على شكل 100%. وتتشوف انه مش بس النبته فيها تعمل هيك يعني، هلا رح نشوفهم كثير. هولي كلهم بنشوفهم يعني كثير كمان بصيروا. يعني قد الحراره بالحاله؟ في اوقات الفرق بيكون بين الارض والجو الفرق 15 يعني، مثلا اذا كانت هون افترض ناقص 3 فيها تكون ناقص 18 يعني. واو. بدك فالفرق بده يكون كثير عالي تيتكونوا هول الاساس. هلا هول بيصيروا بطقسنا نحن هون، او بدك حرارات بدك متدنية اكثر؟ اكثر بكثير من لبنان. هيدا تفرجع انه بتصير دائما يعني، مش ضروري يكون بنبته او هيك، مثلا هون فويت مي صغيره من قصر محطوط للمي، وبدك ومع الهواء بيقدروا يصيروا عم تشوف شو حلوين يعني. بس هذا بيسبب اضرار يعني، لما أكيد. المي تجلد بقلب يعني قنوات الري مثلا فيها تفقعهم. رح فرجيك ضرر ما كان بدي احكي عنه اليوم، بس هيك تشوف يعني مهضومه الفكره تبعهم. بسموها الغابه السكرانه عمليا. رح نحط صوره. عاده بتعرف انه في بيرمافروست تحت الارض، مثل جليد دائما مكون، هذا موجود اكثر منطقه تايجا وهيك، مش موجود عندنا. اوكي. لما بالعكس هذا الجليد يدوب اوقات، والشتل يلي شويه او الشجر يلي شوي هيك شلشون منه نام كثير، بصيروا يلقوا، بصيروا مثل هيدي الصور كمان. ليش؟ لانه التربه يعني كثير مي بالتربه 100%، وطلعت دغري طقت الشلش تبعهم، او كان هو الجليد حامل الشلش يعني. أوكي. فالاضرار ايه مثل ما عم تقول فيها تكون كثير كبيره. هلا انا حبيت هول نفرجي انه بالاول انه هول قصص عاده بتشوفهم، بس لما بصيروا بكثره ولما الطبيعه تعملهم رح نبلش هلا بالقصص عم نحكي عنهم، بنسميهم فلور دو جلاس. الفلور دو جلاس هون رح تشوف هلا صور كثير حلوين، بصيروا على مثل بحر كبير او لاك يعني. اكيد هون في ثلاث عوامل عم يعملوا هذا الشيء، يلي هن في ثلج، في ملح، وفي بكتيريا، وفي حراره كثير فارقه بين الاثنين يعني، بخلي انه يتكونوا البكتيريا، بخلوا انه يصير في مثل عندك زهور على الثلج. ليك شو حلوين يعني. ليش هي البكتيريا اللي عم بتجلد؟ لا مش البكتيريا اللي عم بتجلد، بس البكتيريا والملح يعني بيساعدوا انه هالمي يطلع طلوع، وبعدين بتقدر تخلق هالاشكال اللي عم نشوفها قدامنا. فهول الفلور اللي عم نشوفهم هن يلي عاده. طيب يعتبر هيدا ثلج او جليد؟ لا هيدا هو ثلج عم بيطلع، لانه اذا ملاحظ هون المي هي مي عادي، منا مي مجلده. بدي اطلب منك تزحنا صور لانه مش عم بقدر بقى ازيحهم. اوكي. رح نشوف كثير صور هلا ورا بعض كنترول من 100%.
فهول كلهم عم شوف صور كتير حلوة عن زيت الموضوع يعني كيف موجود. Beautiful. ليك شو حلمين. فهول كنا عم نقولهم بدنا عوامل. هول بيداينو أو بي. بيداينو أبطو أوقات جمعتين. Okay. حسب يعني فيهم يصيروا على مي كتير رائقة فيهم يصيروا على مثل ما تشوف سيرفاس مجلدة. بس عادة إنه بتصير على مي أكيد فيها ملح مثل ما نقول هذا الأساس يعني. رح نكمل بالصور لتشوف إذا حلمين الفلور وبروح أكيد بصورهم. شيء كتير حلو يعني لما تشوف هذا شفناهن قبل على شيء صغير يعني هذه كمان ظاهرة مجلدة بس نقول إنه لما يقولوا فلور دوناج مش دائما بيكونوا عم بيحكوا عن هولي كان أوقات بتكون لما تكون ظاهرة مجلدة. ف رح نكمل بالصور هلا هون شغلتين رح نحكي عنها نشرحها وبعدين بنرجع بنكمل. الفكره اللي كنا عم نشوفها هي هلا انا رجع لعند الكنترول مش الحال هي الميثان بالبس. يعني عاده بتعرف انه في كتير مطارح في ميثان بالارض غاز الميثان وبده يطلع لانه هو واحد من الغازات اللي بيطلع على الجو بيجوا هيك. فهول الصور بيصيروا لما هي الغاز الميثان بسبب السقعه وبسبب الجليد كتير قوي بيكون ترابت وبيقعد ما بيقدر يطلع وبيعطي مناظر رائعه على الارض. رح نشوف الصور ونشوف كيف بيصيروا يعني بتحس مثل تابلويات رائعه كلها هيدا الميثان يلي هو كان عم بجرب يطلع بس جلد وكان يعني الببلز هن ميثان. اوكي اوكي فرح نشوف هلا كيف نتاكد انه الميثان اصلا. ليك شو حلوين هالصور اللي كثير حلوه يلي عم تعملها الطبيعه. يعني هلا في كثير اشخاص ان لما بيكونوا عم بيتمشوا خطرين هول لا كثير خطرين اكيد يعني بس اكيد مش حيروحوا من مكان لهالمطارح. وفي الناس اللي بيكونوا هنيك يعني بدهم يدفوا وبيعرفوا الفكره ليك شو بيعملوا بيضربوا بالارض دغري بيولعوا لانه بيعرفوا انه في ميثان وهيك بيكون عندهم شو. اذا وقعت على جيبه غاز أكيد. اكبر من هالفقاعات اللي شفناهم مشكله بتطلع انت وياهم 100% بس حسيت الدافي يعني رح ارجع احط هيدي الصوره لتشوف قد ايه حلو يعني هالمناظر اللي عم تخلقهم الطبيعه هيك واحدة. يعني ولا مرة حلو حلو تشوفها هيك عم بتاخد شكل 100%. هلأ كمان شغلة غريبة بتصير يعني احنا صغار بنحب كتير دوناتس ونحب نطلع التلج بس الطبيعة فيها تعمل اثنين سوا بسمون سنو دوناتس. رح فرجيك كمان كتير صور حلوة عن الموضوع بس بأول تأشرحها كيف بتصير. هو بتعرف انه اوقات لما تكون تلج وبعده التلج رقيق يعني وبيطلع هوا كتير قوي بصير ينزل تلج وبيقدروا يتجمعوا حد بعضهم. فلما هول التلج يطلع عم يتجمعوا بسبب الهواء بصيروا يقشطوا بصيروا يلاقوا بعضهم تتكون مثل بعدين كتير رقيق يعني مش مثل ما مبين يعني كتير كبير. هو عن جد كبير الصورة بس انه لايرز رقاق ومنه قوي يعني. فهيدا الدونتس بيتكونوا كتير بسرعة تشوف الصور قدي يعني وبصيروا يقدروا ينزلوا على التلج. ومطرح الفخت اللي عم نشوفه الأول هو مطرح ما بلشت يعني بصيروا يتجمعوا فوق بعضهم وبعدين بيعملوا رولينج. يعني بتشوف كتير هيك صور دونتس نزلين على التلجات شوفون قدامنا ورح نكبر شوي لتشوفهم يعني قديش بيكونوا حلوين. وفيها ما تكون بس دونتس يعني هلا بس رح كمل بالصور لتشوف كيف هيك بصير عم تشوف هول ما حدا بيعرف كيف حاطينهم مين حطتهم او مثل هيدي الصوره او مثل هيدي الصوره مثلا. ومش كمان بس هيك فيهم يقدروا يكونوا مثل يعني السجاد الملفوف السجاد او رول يعني كمان هيدا كله زيت الطريقه بتتكون بدها ثلج بتلاقوا مع بعضهم مع هواء وكمان بتصير المناظر حبيتهم كثير حلوين. هلا شغله كمان فينومين جديد له علاقه كمان بالثلج بنشوفه بكثير بلدان مثلا بنسميه البينيتنتس. هذا مثلا موجود كثير بمطارح مسقعه يعني يلي هو بتعرف انه الثلج على المطارح العاليه فيها الشمس تذوب شوي منه مع الهواء وبيخلقوا مثل ستراكشرز بالارض سموهم هيك لانه كلمه بينيتنتس بتعني كانه رهبان راكعين عم بيصلوا وخاصه الرهبان البيض يعني عمليا. فهول بيسكلي هيدا كانت سماكة الثلج تفوخر ديب والهواء هوا مع من قلبه 100% مع الشمس كمان يعني أوكي. اكيد حتى بنصير بنشوف هالاشكال الكبيره كثير يعني يلي موجوده. ما بعرف اذا عندنا بعد وقت تكمل لانه عندنا بعد كثير اساس حلو يعني. كم صوره بدقيقه على راس سريع رح فرجي كمان هول بس هون عم نشوفهم صور بسمون ايس سيركلز يلي هن كمان بيقدروا يصيروا لوحدهم بال هيك بتشوفهم. ما فينا نشرح ليه بس اقول لك انه هيدي الصوره عملها الانسان اكيد عملوا ايس سيركلز كثير كبيره بمطرح معين. وراح انهي بصور كثير حلوين عن ايسبرغز بنبقى بنشرح بعدين ليه جواتهم بصير في بلو كمان صور رائعه يعني بتصير تشوف كمان كيف الطبيعه بتعملهم رائعه بالثلج وبالسقعه. وهيدي اورورا اوستراليس فوق ايسبرغ تشوف المناظر هذا ببعث لك صور للجلاسيه تبع امريكا الجنوبيه. ميرسي مارك ثانك يو على هالفقره. نحن رح نتوقف لحظات ورح نرجع نلتقي بهابينينج تعملكم عن المؤتمر حول الجندره اللي عم بيصير
على جنب القمة العربية. خليكم معنا لتاخذوا تفاصيل أكثر.